بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حنا قدام واحد الشجرة ديال الكرموس وبغينا نبينوا من خلالها واحد الحقيقة اللي هي الناس بزاف ضاربين فيها حبل، وهي تنخلطوا الحلال مع الحرام. وخطير هاد الشيء هذا، حلال حلال والحرام حرام. تيقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اللي رواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما: إن الحلال بين وإن الحرام بين. أرى نعطيكم مثال ديال واحد الحاجة اللي هي تنخلطوا فيها الحلال مع الحرام، وقيس على ذلك، وهذا مثال ما تنعرفوش القصة ديالو والسبب ديالو. شنو هو؟ هو واحد الرجل مسلم تيجي وتيبدا يصلي، تيهز واحد السطيلة وتيجي حدا واحد الكرمال ديال واحد اليهودي، تيصلي ركعات ديال النافلة الله يتقبل، وتيبدا يقطع في هذاك الكرموس يالله يالله حتى تيعمر هذاك السطيلة وتيمشي بحالته. اليهودي ما بغاش يتخاصم معاه، بغى يبين ليه الحلال راه حلال والحرام راه حرام. عرض عليه الدار ديالو وقال ليه تفضل كل، ودار ليه الحلوف في الماكلة. هذاك المسلم قال ليه شنو هذا الشيء اللي كاين في الماكلة؟ قال ليه الحلوف، قال ليه حرام، قال ليه هو حلوف كرموس. فهذاك الكرموس اللي تتاكل راه ماشي ديالك، راه حرام حتى هو. فلهذا هنا نميزوا، راه الحرام حرام في كل شيء والحلال حلال في كل شيء. والسلام عليكم ورحمة الله.